هستأذنك قبل ما نبتدي بقى كلامنا عن سواء المقاولين العرب او المقص او حتى كايزر تشيفز، انا بس عايز اقف معاك في البدايه عند لقطتين كده او واقعتين، تعادل الاهلي مع بيراميدز والفوز على سموحه برباعيه نظيفه، كيف رايت المباراتين دول؟ وهل كل مباراه منهم ليها دلاله ما؟ اكيد اكيد يا كريم، يعني هو الموضوع كره القدم دلوقتي علم، ما اصبحتش تدريب وفهلوه وشغل كده، العلم ده هو اللي بيقول، وكل ما الدنيا بتتطور كل ما احنا بنكتشف حاجات في المباريات، يعني احنا نقولها كمحاضرين يعني في الاتحاد الدولي او كده بنعرف، يعني التحليل ده مش غريب، هذه المباراه طبيعيه انها تحصل كده، ومباراه سموحه طبيعيه انها تحصل كده. تقول لي ازاي طبيعيه؟ يعني طبيعي ان الاهلي في اخر دقيقه ولا في اخر ثانيه والوقت بدل الضايع، بدل ما كان بيسجل اهداف يخش فيه اهداف، طبعا ده غريب جدا، غريب لكن مش لكن طبيعي. هتقول ايه غريب ولكن طبيعي؟ يعني انتوا مش راكبين على بعض؟ لا، راكبين على بعض ازاي؟ العلم بيقول لنا اي مباراه بيبقى فيها اخطر اوقات المباراه في العالم كله، اني وقت في اي مباراه هو اخطر اوقات المباراه؟ اخطر اوقات المباراه وقت انت بتحرس هدف سواء لك او عليك. وايه منبع الخطوره هنا؟ منبع الخطوره لما انت بتسجل هدف فبتجيلك اريحيه وبتبقى فرحان وكده، تمام، فالفرح بينسيك وبيركز، يخلي المخ ما يشتغلش، فتنسى واجباتك الخططيه، فسهل يخش فيك جول، يبقى في تراخي يعني. وبعدين لما انت يخش فيك هدف ممكن تزعل، والزعل برضو يؤثر على الجهاز العصبي. الدكتور كان لسه بيتكلم دلوقتي على الانهزاميه. فاحنا بنفهم من العلم كله حتى في الكوره، يعني فاذا ايه، لما انت بتحزن مخك يتوقف عن العمل، لما مخك يتوقف عن العمل تنسى واجباتك الخططيه ولو لحظات، اللحظات دي ممكن يخش فيك هدف. صحيح. فدي اخطر اوقات المباراه اللي هي ايه، يخش فيك هدف. كمان من اخطر اوقات المباراه هي نهايه المباراه. طب ليه نهايه المباراه؟ لو انت كسبان، لو انت كسبان فانت اصبحت فرحان وبتفكر في المباراه اللي جايه، ان انا خلاص جبت 3 نقط وهفكر في ال3 نقط اللي جايين عشان يبقى فارق بيني وبين المنافس قد ايه، فاصبح دلوقتي الفرح تسرب الى عقول اللاعبين وتسرب لهم كلهم. تقول لي الله، يعني ده بيحصل؟ اقول لك بيحصل في العالم كله، بيحصل كده. فاذا التسرب هذا البتاع لما الناس كتير جت في الماتش ده وكله جه هجوم على الشناوي، الشناوي واحد من ضمن 10، يعني غير ال10 هم 11. طب ليه ما قلناش على الاول لاعب حاول يفكر الكوره يحتفظ بيها في وسط ملعبه؟ اول واحد حاول يرجع الكوره لورا، طب جت للتاني، طب والتاني ما فكرش ليه يطلعها قدام، وجت للتالت، طب والتالت ليه ما فكرش يلعبها قدام؟ ما ممكن يبقى من المنطلق ان العبره بالخواتيم، ان الدروب حصل في الجزء الختامي في التنقلات دي. لا، هو اللي حصل بقى هنا بقى تسرب الفرح، فاصبح ان انا كسبت بيراميدز وكسبته باداء وكسبته بكوره وانا مسيطر، فبتدي ثقه اكتر من اللازم، فاللعيب بيحس بكده، تركيزه يقل، واجباته الخططيه بيفقدها لو لحظات شرخ من الثانيه، الواجب الخططي بتاعي، والتركيز يقل، يخليك مش عدم الاعتناء او عدم التركيز في التمرير او كل الحاجات دي بتتجمع، فاتجمعت للمجموعه دي واتحصلت. طبعا دي لو تتحكي لهم قبل المباراه ما حدش فيهم يصدق، لكن هم دلوقتي، وانت شفت بطوله اوروبا في بيحصل ايه؟ كاس امم اوروبا، نفس الاخطاء، نفس الحاجات دي بتحصل، حاجات زي كده في الفرقه. وبعدين ان لعيب يضيع ضربات جزاء، ما عادي اللعيب بيضيع ضربات جزاء، كاس امم اوروبا اللعيبه، واحنا ما عندناش كان مشكله، هي المشكله من ناس تاني كانت بتحاول تصطاد زي ما بيتقال في المايه العاكره. يعني ما حدش اصلا اتضايق لا من الشناوي ولا من اي لاعب عندنا، يعني وارد. قليل الخبره، قليل العلم، قليل الفكر، او قليل الحيله، يعني لا، او قليل الذوق. يعني الخبره بقى ماله، قليل الخبره وقليل العلم وقليل الفكر، ده بيخلي ان هو يركز على الحاجات دي، يقول لي. لكن لو واحد مثقف هيعرف ان ده طبيعي، اللي حصل ده طبيعي، ما هوش اختراع وما هوش اول مره،
فما لومش احد من اللاعبين بدليل ان بيتسو راح جاي ماسك اللعيبه لانه هو انسان مثقف جدا وراح واخدهم بين بعد المباراة وبدأ يشرح لهم وبدأ يوضح لهم الكلام اللي أنا بقوله ده. والمؤتمر الصحفي برضو رفع جدا من اللعيبة بتوع ضد أو أمام مصحفين كتير كانوا بيحاولوا. أيوة. يعني ليه بقى؟ لأن بعد نهاية صفارة مباراة بيراميدز الدقيقة الأولى بعد المباراة ما هي إلا إعداد لفرقة النادي الأهلي عشان يلعب سموحة، خلاص بدأ من اللحظة دي يعد. فالمؤتمر الصحفي كان امتى؟ بعد المباراه. فهو بيعد لسموح، مش ان انا لسه هستنى يوم ولا اتنين ولا تلاته، خلاص الحكم صفر فاصبحت المباراه تاريخ ومفيش فيها تغيير ومش هيقدروا يغيروا نتيجتها، لكن عنده مباراه قادمه فلازم يعدلها. يعدلها من امتى؟ ليله المباراه؟ لا، قبلها بيوم؟ لا، قبلها بيومين في التمرين من اخر صفاره للمباراه هو يبدا يعد لسموح. وقد كانت النتيجه اللي احنا شفناها في سموحه، اللعيبه كله تركيز، كله فهم وعي خططي، معلول اللي بيضيع شفناه عمل ايه، اللي ضيع ضربه جزاء برضه حتى هو نفسه معلول. ودي قدره وكفاءه من المدرب انه يصمم على كل الناس كانت متخيله ضربه الجزاء. عثماني راقي في الحته دي جدا لانه بيتعامل يعني نفسي انا شق يعني نفسي عنده يعني محترف يعني بيتعامل باحترافيه. انا تعاملت معاه شخصيا كتير يعني قبل ما يجي مصر، قبل ما يجي النادي الاهلي واحنا في بطولات افريقيا في الخارج واحنا في دورات المدربين مباريات دوليه وكمحاضر في بتلف القاره وبتلف العالم والتقيت بيه كتير. ففلسفته وثقافته عاليه جدا، مش من مدرب اللي هو كان لاعب وبقى مدرب، لا هو ثقف نفسه. عشان كده العامل الجانب النفسي ده مهم جدا جدا في التعامل مع اللعيبه.